السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل لاب اللي هي فول انفيرمنت بتاعة اكستشينج 2010، وازاي نعمله مايجريشن لاكستشينج 2016. انا عندي في الانفيرمنت بتاعتي 4 سيرفرات، 2 هاب كاس و2 ميل بوكس. تمام، 2 هاب كاس و2 ميل بوكس. طبعا هنا 2010 مش شايف 2016 اللي هو ده، لكن هنا البورشل بتاعت 2016 بتقول له هات لي السيرفرات، جاب لي 5 سيرفرات. ده الاكسشينج 2016 اللي انا منزله. انا افترض طبعا الناس اللي شوف الفيديو ده عارفين اصلا الاكسشينج وشغالين. ده هنشوف بس فيه ازاي لما جيت الانفايرمنت بتاعنا اللي هي فيها 4 سيرفرات 2010 لسيرفر واحد 2016. طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نمشي على خطوات انا كتبها هنا. اول خطوة هنعملها ان احنا هنعمل ايه، هن export certificate اللي على 2010 ون importها على 2016. طيب نبص على certificate. انا عندي certificate انا عاملها، هي دي certificate دي. طبعا دي انا عاملها من CA الانترنال بتاعي، وعملها اساين على الاي اي اس والاس ام تي بي والبوب 3 والاي ماب. هاجي اعمل لها اكسبورت. هنا في الف هنا في 2016 لو جيت هنا سيرتيفيكتس، انا ده هنا داخل على اللوكال هوست. هاجي هنا اجهز بس قبل ما التانية تخلص، اقول له امبورت. شوف دي شوف احنا نسيبها فين. او اختصار يعني الوقت انا كده اصلا كنت عامل لها اكسبورت قبل كده. هي دي، ده ال private key بتاعها. ممكن ناخدها على الديسكتوب. ناخدها جوه تاني هنا على 2016. طيب اجي هنا فين الفايل اللي هعمله import. انا هفترض اخد دي في مكان واضح يعني، احطها في السي. اجي هنا جوه السي واحط البرايفت كي بتاعي. اقوله هنا مكانها في السي واسمها كذا دوت بي اف اكس. بتعمل اكسبورت باسورد واحد. نكست. في هنا ايرور. طيب هو انا عايز فايل شير، عايز شيرد باث. طيب هنا جوه السي حطها في فولدر سمي سيرت، حط جوه السيرتيفيكت ونشير. شيرينج دوانس شير فولدر قلت بالمشنز لكل الناس مفيش مشكلة. ناخد الباث ده كلوز.
كده كده بسم الله. وعايز بقى السيرفرات، انا اصر على السيرتيفيكت دي، هي كده كده موجودة على السيرفرات اللي هي بتاع 2010. فانا عندي هنا 2016، اقول له فينش. طيب في اشي هنا تاني، import certificate field to access for the following user. كل مش لاقي الباص ده. طيب نرجع كده back السيرتيفيكت بتاعنا موجود هنا. طيب فيو فيو فايل نيم اكستنشنز سي ار. طيب نيجي هنا نحط دي سي ار نكست فينش. تمام كده احنا قلنا امبورت للسيرتيفيكت على 2016. طيب لحظة نكمل شباب، انا اسف على التأخير. هو احنا من امبورت السيرتيفيكت احنا لازم امبورت البرايفت كي اللي هو دوت بي اف اكس. تمام. طيب انا عندي السيرتيفيكت هنا ظهرت عندي في 2016، هاجي هنا من اديت اقصينها لايه السيرفس بتاعت الاي اس، ده اهم حاجه عند اي اس و اس ام تي بي. سيف هي اوفررايت سيرتيفيكت تانية. اوكي تمام نرسل اي اس اي اس اسات. طيب دي اول خطوة ان انا امبورت اكسبورت سيرتيفيكت واملي امبورت على 2016. تاني خطوة هكونفيجر حاجة في الدي ان اس. اعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي الانفيرومنت بتاعتي هنا، لو جيت على الدي سي انا عندي الريكورد اللي اسمه ميل، ده الريكورد بتاع ال NLP، لان انا عندي نعمل كاس اري في 2010. قلت له جيت داش كلاينت يا بطيشة كلاينت اكسس سيرفر كلاينت اكسس اري، هيجيب لي ويجيب لي السيرفرات اللي فيها، وده ال NLP في السيرفرين بتوعي هاب كاس 1 وهاب كاس 2. طيب انا عندي كلمه ميل بتشاور على اللي هي 3555، ده بيشاور على ميل ده. طيب انا عايز كلمه ميل دي الناس لما تيجي تكتبها تروح على 2016. طيب ازاي ده يحصل؟ لو كتبت ميل تاني شورت على الاي بي بتاع 2016 هيحصل لوبينج، الناس مش عارف توصل لحاجه اصلا. يعني انا عندي هنا القوة بتاعتي بكتب ميل دوت اكت دوت اي جي سلاش قوة بيفتح لي 2010، انا عايز الناس تشوف 2016. فانا هعمل ايه؟ انا هاجي هنا في الدي سي وهعمل ريكورد اسمه مثلا ليجاسي. ليجاسي ده ليجاسي ده خليه يشاور على الاي بي بتاع 55، ده اللي هو بتاع 20 ال بي بتاع 2010. اقول له اد هوست. تمام دون. طيب ميل ده بقى هاجي عليه واقول له انت مش هتشاور على 55، انت هتشاور على بتاع 2016 اللي هو 50. اوكي واجي هنا في ال NLP وإيديت في كلاس بروبرتيز بارامترز أخلي ده اسمه ليجاسي.
تياس الروبرتيز تياس تشينجز. تمام، يبقى انا عندي هنا الناس لما تيجي تكتب ميل هيرميها على 2016. تمام، طيب هاجي هنا نيجي تعمل ريفريش او اجي هنا على ده واقوم عامل https mail dot act dot eg slash acp. هنا افتح لي اللي هو بتاع 2016، لكن انا لو جيت ادخل هنا اكت يوزر بتاعي مثلا احمد باسورد بتاعتنا عظيمة، جيت ساين ان شوف هيعمل ايه. سوري، هنا وداني فين؟ على 2010. ليه؟ لان الميل بوكسز لسه على 2010. تمام، انا هاجي هنا ادخل على الاي سي بي بالاكونت بتاعي اللي هو احمد ده في الاورجنايزيشن مانجمنت، ادخل باسورد، سيب الباسورد عادي الجهاز بتاع الخاص. يبقى انا لحد دلوقتي عملت حاجتين، اول حاجه ان انا عملت اكسبورت السيرتيفيكت بالبرايفت كي، لازم بالبرايفت كي، وعمل لها امبورت في 2016، وعمل لها بعد كده عمل لها اساين على اي اي اس والاس ام تي بي بعد كده، ولو انا بستخدم يونيفايد ممكن اعمل لها برضه اساين على اليونيفايد بس ليها حاجه كده بتعمل قبلها. بعد كده بغير الاسم اللي في الدي سي اللي في امصار اللي في الدي ان اس، خلي كلمه ميل اللي هو الاسم الاصلي بتاعي اللي مش عايز نصغر الاسم يشاور على مين، على 2016 الجديد، وكاريت ريكورد اسمه ليجاسي بيشاور على 2010. تمام، انا هنا استنى بس يفتح، هو هنا لما يفتح هيوديني على الاي سي بي بتاعت 2010، بس هو هياخد شويه وقت لان هو هيروح يجيب الداتا من 2010. هنا ايه، فتح على طول. لو انا جيت هنا تاني قمت ام سوري قمت قافل ده كده، قمت قايل له ساين اوت، نبص هنا على السيرتيفيكت، السيرتيفيكت بتاعتنا هي دي، انا عملت لها امبورت جاب لي هنا ايه بتاعت 2016. طيب لوجن تاني، فرش الصفحة دي، طيب احنا بعد كل خطوة نتست سند وريسيف. هنيجي مثلا نعمل ميل هنا ايه، فتح لي الاي سي بتاعت 2010، دي الاي سي اللي شغال 2010، دي الاي سي بي بتاعت 2010. ما كانش فيها حاجات كتير ممكن اقدر اعملها منها، حاجات بسيطه اليوز اكريت يوزر شويه جروبس كونتاكتس شويه الرولز بتاعت اللي هي الار باك رول بيز اكسس كنترول، حاجات بسيطه الفويس والحاجات الاكتيف سينك والموبايل وكده، حاجات بسيطه جدا. تمام، فهو هنا وداني على 2016. ليه؟ لان الداتا بيز لسه على 2016. طيب انا هتست هنا حاجه، هبعت ميل، انا خلاص دي مش عايزها بتاعت السيرتيفيكت، خلينا هنا اول بس ما يحمل نشوف ايه الخطوه اللي جايه بعد كده. تمام، انا هنا ايه، طب انا عايز اخش على الايس بتاعت 2016 عشان اعرف امانج. طيب انا هاجي هنا، انا عندي في التكست فايل بتاعي بعد كلمه اي سي بي بقول له سلاش اكستشينج كلاينت فيرجن ايكوال كام 15. دي بكتبها سواء انا في 2013 او 2016 لما يكون عندي انفايرمنت فيها مثلا 2010 و2016 او 2010 و2013. انا عندي هنا الميل بتاعي، انا هنا داخل باحمد، هدخل اجيب مثلا ادمنستريتور، ادمنستريتور administrator at
act.eg. اقول له هاي ادمن، ادمن اقول له تيست مايجريشن، اسند. طيب انا عندي هنا الاتنين دول هما ظاهرين هنا، بس هما اكشولي هما على 2010. تمام، انا مش مكتبت هنا جروبس ولا حاجه خالص، انا هنا داخل على الاسم بتاعت 2016، عشان كتبت ايه اكسجن كلانت فيرجن ايكوال 15. طيب انا عندي هنا، عشان بس الريسورس عندي ضعيفة شوية فهو ايه بيتأخر في سند وريسيف. طيب بعت هنا الميل، الميل بعت هاي ادمن، هروح عند الادمنستريتور هلاقي الميل ده. تمام، طيب انا كده اتأكدت ايه، بعد كل خطوة لازم اتأكد ان اهم حاجة عندي اللي السند والريسيف والكونكشن، يعني الناس كده كونكتد اللي هو بتاعتهم شغالة، دي لازم اتأكد بعد كل خطوة اعملها ان الحاجات دي شغالة. طيب ماشي، ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده ان انا اكونفيجر الفيرتشوال دايركتوريز اللي هي ايه بتمثل لي ايه، بتمثل لي الكاس سيرفر، او في 2016 بقى مبقاش حاجه اسمها كاس سيرفر، بقت كل السيرفيسز موجوده في سيرفر واحد اللي هو ميل بوكس فرول واحده بس في 2016. طيب انا هكونفيجر فيرتشوال دايركتوريز ازاي؟ انا هكونفيجر فيرتشوال دايركتوريز بطريقتين، من هنا جي اي، وفي virtual directories ملهاش جي اي نعملها بالبورشيل. وانا عن نفسي يعني انصح الناس تشغل بورشيل كتير، لان البورشيل ده يعني اختراع بيحل مشاكل رهيبه. طيب انا هنا جايب له كل virtual directories على كل السيرفرات، فانا هنا ايه على اتش كاس 1 اللي هو الهاب كاس 1 هايديت دي اوتو ديسكفر. لا اوتو ديسكفر دي هنعملها بالبورشيل، اللي هي لحظة نيجي على ECB، ECB اقول له حضرتك مش هتبقى اتش كاس 1، حضرتك هتبقى legacy دوت act ECG، وهتقول دي internal و external كده. ممكن اسيبها internal بس لان انا مش ببعت لبرا او مش بستخدمه، ده internal عندي بتست بيه. هنا برضو نفس النظام، ليجاسي اللي هو ايه الريكورد انا كريته في الدي ان اس. تمام، اقول اوكي، ده الاكتيف سينك بتاع الموبايل. قبل ما تفتح بس نشوف الرساله وصلت للادمنستريتور ولا لا. اطلع كده ساين اوت، ماشي الرصاصة عندي بعافية شوية لأن أنا مشغل حوالي 6 ماشينز فجهاز بيستغيث يعني. ليجاسي أوفلاين أدرس بوك، الأوفلاين أدرس بوك لها فيرتشوال دايركتوري ولها برضو أربيتريشن ميل بوكس مسؤول عنها. أربيتريشن ميل بوكس لو اتمسحت دي مشكلة كبيرة يعني. انا هنا القوة ده اهم حاجة عندي، ليجاسي اوك بورشل دي مش هحتاجها يعني خليها زي ما هي انا مش هحتاجها. طيب انا عايز بقى كونفيجر ال الفيرشوال دايركتوريز بتاعت هاب كاست 2. طيب هاجي هنا في الاي سي بي، انا اهم حاجة عندي 2016 اصلا لان ده بعد كده اللي انا هستخدمه، لان 2010 دول الاتنين انا اصلا هشيلهم اصلا شوية كده. تمام اوكي، اي دبليو اس اكسشينج ويب سيرفيس، امسح الكلام ده، حضرتك ليجاسي اكتف سينك بتاعت الموبايل. على فكرة اكتف سينك حاليا مش بتاعت الموبايل بس، انا عندي اب اللي اسمه ميل، او حضرتك بتستخدم مثلا من اول ويندوز 8.1 ريكورد اللي اسمه ميل، ام سوري اب
اسمه ميل بينزل بيلت ان في الويندوز ده بيشتغل اكتف سينك. يعني اكتف سينك حاليا بيشتغل على الموبايل بس، على الموبايل وحتى على البي سي العادي بتاعنا من اول ويندوز 8.1. امسح ده، حاطك الليجاسي. دي كانت دي معمولة ليجاسي ولا نسيناها؟ دي ليجاسي دي، تمام. انا هاجي هنا بقى على اهم واحد عندي اللي هو 2016 ده، انا بورنينج عايزني ده كنت عملت حاجه في الاو وعايزني اعمل شبهها في الاي سي بي، او حاجه في الاي سي بي لازم تتعمل شبهها في الاو، ده ورنينج بس. تمام، عندنا في 2016 اوتو ديسكفر هنعمل بورشيل شوية بس. انا اجي هنا اقول له حضرتك ايه، مش اي اكس 16 بقى، حضرتك ميل اللي هو الريكورد اللي الناس اصلا بتكتبه، ميل دوت اي سي تي دوت اي جي على اي دبليو اس. طب انا هجيب لي ورنينج هنا برضو عشان اعدل في الاو. انا طبعا لو انا فري الانفايرمنت الانترنال والاكسترنال والاكسترنال ده URLs دول هعدل في الاثنين، بس انا عشان انا في تيست انفيرومنت جوه يعني فبعمله في الانترنال بس. انا عندي هنا المابي، المابي من اول 2016 هو enabled by default، كان موجود برضو في 2013 السيرفيس باك 1، بس حضرتك بتعمل له enable لو عايزه عشان بس ايه الكومباتيبلتي بتاعت الكلاينت. فهو من اول 2016، لان 2016 له كلاينتس معينه بتشتغل معاه، هو enabled by default. تمام، نيجي هنا برضو الفيرتشوال دايركتوري بتاعت مابي، نبدأ اختراع يعني بصراحة. الاكتف سينك نفس القصة، سيف ال او اي بي طبعا. هو البارشل مريح في الحتة دي، بس انا حابب اعملها معاكم بالجي اي، وبعد كده هنتست ايه او هنعمل ال بتاعه الاوتو ديسكفر بالبارشل. طيب انا عندي البارشل بتاعتي الرائعه سيلس، بص على السيرتيفيكت اي اكس اش السيرتيفيكت، خش هنا في الكلمه اللي بعتناها بس عشان نتست ان هو السند والرسيف شغال. ايه السيرتيفيكت بتاعتي وايه السيرتيفيكت اللي انا عملت لها امبورت. بص كده هنا قبل بس ما يفتح، انا وقت عملت ظبطت الفيرتشوال دايركتوريز. طيب فاضل ايه بعد كده؟ فاضل لسه عندي فيرتشوال دايركتوري لازم اعملها بارشل زي الاوتروس كبر. فانا عندي هنا تكست فايل ده بتاعي ده فيه كل الفيرشوال دايركتوريز. تمام، طيب انا هعدت مثلا الاني وير. تمام، اجي هنا الاني وير مثلا، الاني وير ممكن اعمله من هنا، ممكن اعمله جي اي سوري، يعني ممكن اعمله من هنا وممكن اعمله برضو انتوا عارفينها سيرفرز، واجي على السيرفر بتاعي ادت اهو. هنا برضو حولنا على مين، على 2010، ان الداتا بيز على 2010 والميل وصل اهو كده، سند وريسيف شغال تمام والناس ايه لحد الحمد لله مفيش داون تايم. تمام، هنا برضو الاني وير ممكن اعمله ايديت من هنا، اد الاوت لوك اني وير، ممكن ايه اظبط فيرتشوال دايركتوريز ام سوري اظبط ال الهوست نيم بتاعه من هنا. تمام، طيب انا هكنسل ده واجي اعملها بارشل. طيب انا هغير بس اسم السيرفر، السيرفر بتاعي ده انا باسم السيرفر انترنال، كلمه ميل مش هتحط هنا بس باسم السيرفر ده اللي هو ايا كان فيرتشوال ماشين او فيزيكال اسمه نفسه. تمام، طيب انا اخلي الاثنتيكيشن بيزك
تمام اوكي. في هنا issue parameter cannot be found internal. طيب في هنا issue نمسح مثلا كده تمام. وكان بس في حرف زيادة basic. شوف الفيرشوال دايركتوري التانية للاوتو ريسكفر. اوتو ريسكفر زي ما شفنا من شوية ملهاش اصلا الجي اي بتاعها، يعني موجودة جي اي بس ما اقدرش اعملها في انيشيف تاني. اوتلوك انيوير فيتشر كانوت بي كونفيجرد تو يوز بيزك اوثنتيكيشن اوفر اتش تي تي بي. يو ماست ايذر تشوز ديفرنت كلاينت اوثنتيكيشن ميثود اور ريكوير اس اس ال. طيب انا عندي هنا الانيوير، هو جاب لي الايشو ده ليه؟ لان الانيوير ده المفروض ان انا باكس بيه من بره، فلما اجي اقيس من بره لازم الاكس بتاعي يكون سكيور. فالمابي او كان زمان الانيوير اللي هو ار بي سي اوفر اتش تي بي كان مشكلته ابطا شويه من المابي. المابي حاليا مشغل اتش تي بي، لان الار بي سي اوفر اتش تي بي زمان كان في بانكابسوليت وبعد بي دي انكابسوليت تمام، فكان في بطء لكن المبي اسرع منه واعلى في السكيورتي. طيب فاحنا هنا انا بس هي ايه اخلي الاثنتيكيشن ميثودز اخليها بيزك وان تي ال ام. اهو ممكن اجي كده ان تي ال ام تمام كده تمام. هو قبلها بيزك و ان تي ال ام تمام، ما قبلش البيزك عشان بس الحته بتاعت السكيورتي، لازم يكون في سكيورتي، يكون في الحاجه مش شفره اس اس ال تمام. في برضه اوثنتيكيشن ميثود كمان اسمها نيجوشيشن، دي بتستخدم في بيئه الدومين. لو انا شغال دومين بس هستخدم نيجوشيشن، لان نيجوشيشن معناه ال ان هو بيثنتيكيت بالكيربرس تمام. امسح دي واشوف بعد كده الفيرشوال دايركتوري اللي هي الاوتو ديسكفر فيرشوال دايركتوري. طيب الاوتو ديسكفر فيرشوال دايركتوري تمام. اجي هنا كلاينت اكسس سيرفر، هدي له هنا اليو ار ال بتاع الاوتو ديسكفر بتاع الاكس ام ال فايل بتاع الاوتو ديسكفر. اجي هنا بيست، انا هنا طبعا ايه اغير اسم الاف كيو دي ان بتاع سوري لحظة، لا خلينا ايه هنغير بس ايه اوتو ديسكفر دوت اي سي تي دوت اي جي ونغير اسم السيرفر 16 تمام. هو بيقول لي هنا ايه، خلي بالك ان كلاينت اكسس سيرفر ده هيتشال في الفيوتشر فيرجن من الاكسشينج وهتبقى السيرفيس. ليه؟ لان اكسشينج 2016 نزل برول واحده اللي هي الميل بوكس، وكل الرولز القديمه بقت عباره عن سيرفيسز فيها، فكلمه سيرفر هتبقى بريكيتد بعد كده هتحول لكلمه سيرفيس تمام سي ال اس. يبقى انا كده ظبطت ايه الفيرتشوال دايركتوريز كلها تمام. طيب بعد كده عندي خطوه بتاعت ايه السند والريسيف كونكتورز. انا عندي عشان افتست انفايرمنت فالموضوع ايه بسيط شوية، لكن هنقول في الريل انفايرمنت بيحصل ايه. انا هاجي هنا في الميل فلو، الميل فلو اللي هو المفروض ان هو كان في 2010 الهب، وجينا هنا بس المانجمنت تفتح قبل ما تفتح. انا هاجي هنا في الريسيف والسند كونكتورز، انا عندي هنا الريسيف كونكتور اللي انا بريسيف بيه من بره اللي هو ايه ده طبعا بتاع ده بتاع ده دول بتاع 2010، لان الريسيف كونكتور على مستوى السيرفر. انا اجي هنا في 2016 مثلا، ده اللي انا بريسيف فيه من بره.
لو جيت اجيب البروبرتي بتاعته الميل فلو هناك اللي هي الهب، هنا الهب سيرفر، هنا بقت سيرفيس اسمها ميل فلو هنا من اول 2013. لو جيت ابص على ده في السكيورتي هلاقيه عامل انيبل لحاجه اسمها ايه، انونيمس. انونيمس يعني ايه؟ يعني سايب من اي حد، اي حد ما عدا الدومين بتاعي، اي حد بيبعت لي من بره. طيب انا هنا طبعا ممكن اسيبها لان انا جوه في هنا في دومين انفايرمنت، مش هسيب من حد، انا في جوه اللان. طيب لو انا بقى ام سوري لو انا فري الانفايرمنت بعمل ايه؟ باجي في سكوبينج هنا، هو هنا طبعا فاتحها كل الاي بيهات، سايب من كل الاي بيهات من اي حد. لا انا فري انفايرمنت بعمل ايه؟ انا باجي هنا ادي دي وهم كاتب له هنا الاي بيز بتاعت السيرفرز اللي انا هتعامل معاه. بمعنى انا هتعامل مع مين؟ انا عندي 2 اكستشينج سيرفرز مثلا، يعني انستول 2 اكستشينج سيرفرز 2016 واعملهم داج بعد كده، تمام؟ فادي له الاي بيهات بتاعت الاكستشينج سيرفرز، هدي له مثلا ايه، انا عندي مثلا اللي هو 2016 ده، واحط برضو ايه اللي هما كاس 1 وكاس 2 145 و15. هيديت هنا مية خمسة وأربعين وإيديت 15، هديله ال اي بيز بتاعت السيرفرات اللي هتعامل معاها. وكمان لو انا عندي ميل جيت واي هديله الاي بي بتاعه. ليه؟ لان الميل جيت واي المفروض هو اللي بيرسيف الميلات ويفرضها على مين؟ على الاكستشينج. انا طبعا مش ببلش الاكستشينج على طول، لما ببلشه من ورا حاجه، ببلشه مثلا عندي ايا كان السولوشن، كاسبريسكي ايا كان يعني الحاجه، مثلا في ناس بتشتغل بي 5 ده لود بالانسر وحاجه يعني رائعه، يعني هاردوير لود بالانسر رائع. فانت بتحط هنا الاي بي بتاع مين؟ بتاع الميل جيت واي بتاعك، تمام؟ هفترض مثلا اللي هو الاي بي ده مثلا 41، تمام. طيب عندي مثلا اسكوم سيرفر بيبعت نوتيفيكيشنز، عايز يبعت نوتيفيكيشن على الميل حد ما عندي، على الميل بتاعي مثلا احمد ات اي سي تي دوت اي جي، هديله برضو الاي بي بتاع مين؟ بتاع الاسكوم. يعني من الاخر هكتب هنا اسماء كل السيرفرات اللي انا بتعامل معاها، تمام. واجي هنا سكيورتي كلمه انونيمس دي هشيلها. ليه؟ لان انا هنا حددت انا هستقبل من مين السكوبنج، هستقبل من مين عشان مش حد يعمل ريلي علي، اقول له سيف، تمام. طيب انا هاجي هنا مثلا في دول مثلا هيدت ريسيف كونكتورز، ادي السكيورتي اكستشنج يوزرز. لو جيت انا في ال انا في انا في بالنسبه للسند كونكتورز، انا عندي هيدن سند كونكتورز، سوري هيدن سند كونكتور بيسند جوه الانفايرمنت. لان لو انا عايز ابعت لبره، لبره الانترنت، انا بعمل ايه؟ انا بكريت سند كونكتور يبعت لبره، تمام. طيب انا هبوظ بس لحظه وارجع لكم تاني. رجعنا تاني يا شباب، احنا قلنا ان الريسيف كونكتورز بتكون على مستوى السيرفر. طيب انا في الحاله دي انا مش هحتاج ادت في الريسيف كونكتور، انا بظبط الريسيف كونكتورز بتاعتي واشوف السيرفرات القديمه كانت بتريسيف من مين واضيفها على حسب ايه، واضيفها هنا في الريسيف كونكتورز بتاعت 2016، تمام. طيب نرجع تاني نعمل في الميل فلو الريسيف كونكتورز، قلنا مش هنعمل فيها حاجه. السند كونكتورز بقى طبعا ما عنديش، لان قلت انا عندي هيدن سند كونكتور بيسند للناس جوه. طيب لو انا عندي بقى ايه سند كونكتور بيبعت بره، انا اقول مثلا ده ايه، ده بيبعت اول، بيبعت الانترنت كله، انترنت نيكست بعت على طول من ام اكس، مفيش سمارت هوست، تمام. طبعا اكيد الناس عارفه يعني ايه هو السمارت هوست زي سنتيجريد وكده. ادرس سبيس انا هبعت لمين، او انا هبعت ايه ستار لكل الناس كوست 1، يعني ديت اعلى بريوريتي،
وطبعا نوع اس ام تي بي هسند، يعني مين السيرفر اللي هيسند. طبعا هنا مش هيظهر لي السيرفرات اللي عليه ايه هاب، الرول اللي اسمها هاب. تمام، اد ام سوري، انا هضيف ده كأن انا في 2010 وضفت السيرفرين دول فينش. طيب انا عندي بقى ايه سند كونكتور بيسند لبره وفي السيرفرين بتوع 2010، انا مش عايز كده، هاجي في سكوبينج واقوم شايل 2010 دول واضيف مين بقى. ده التعديل اللي بعدله في الميل فلو. ليه؟ لان انا الريسيف كونكتور ده على مستوى السيرفر، كل سيرفر له الريسيف كونكتورز بتاعته من اول 2013 وهم 5 ريسيف كونكتور. تمام، في 2007 و2010 كانوا 2 سند كونكتورز بس، انما السند كونكتور دي حاجه على مستوى الاورجنايزيشن. حتى لو جينا هنا اوضح قوي في 2010، تيجي مثلا في الهب على مستوى الاورجنايزيشن، اورجنايزيشن كونفيجريشن، انا متاسف جدا على التقل ده، الجهاز يعني على قد حاله. طيب قبل بس ما يفتح، احنا عرفنا ايه بقى ان في السند كونكتور هو اللي عدل فيه. تمام، يبقى احنا كده ايه الحته بتاعت السند كونكتور خلاص. ايه تمام، عندي هنا نوت حلوه قوي، انا لازم اتشيك هنا في الريسيف كونكتور ما دام انا عندي اكسشينج سيرفرز اقدم، يعني مثلا 2010 او 2013، لازم اتشيك على ايه على ليجاسي اكسشينج سيرفرز عشان اعرف استقبل منهم. تمام. طيب اول بس ما نفتح ونشوف السند كونكتورز على مستوى الاورجانيزيشن، نشوف الخطوه اللي بعد كده الاثنتيكيشن. في دي نوت، مش خطوه دي نوت، الاثنتيكيشن ميثود بيقول لازم او مش لازم، يعني ريكومندد يعني اخليها واحده، اللي هي الاثنتيكيشن ميثودز اللي هي كانت ايه الان تي ال ام اللي كانت فيرتشوال دايركتوريز هنا ان تي ال ام وبيزك اللي هم دول، يكونوا في 2010 زي 2013. تمام، انا عندي هنا فتح اهو، ادي السند كونكتورز هنا على مستوى الاورجنايزيشن، على مستوى الاورجنايزيشن السند كونكتور انا كريته هنا اهو 2016 اللي مسؤول عنه، موجود على مستوى ايه الاورجنايزيشن. حلو اهو. طيب شوف الخطوه اللي بعد كده، في شويه حاجات بقى ايه اتاكد منها. ترانسبورت رولز، لو انا عندي ترانسبورت رولز، عندي ايميل ادرس بوليسي، طبعا دي مش هتنقل، اللي هتتكريت كريتها على 2016، انا ما عنديش اكسبت الدومينز، انا طبعا مش ما عنديش اكسبت دومين، كل دي حاجات انا هكريتها على 2016، دي مش هتتنقل. تمام، اجي هنا ادي مين ظهر هنا. ليه؟ لان هو حاجه على مستوى الاورجنايزيشن، اي سيرفر جوه الاورجنايزيشن، يعني اي سيرفر جوه الاكت دايركتري، اي سيرفر جوه الاكت دايركتري هنا موجود في الكونفيجريشن بارتيشن هيسمع فيه ايه هنا سيرفرز، اي سيرفر هنا او من 5 سيرفرات بتوع دول هيسمع فيه ايه الحته بتاع السند كونكتور انه حاجه على مستوى الاورجنايزيشن. حلو قوي، دي حاجه تقول ايه هتتكريت. طيب انا كده فاضل لي ايه، انا كده طبعا ده بي ريسيف باي ديفولت، عندي 5 ريسيف كونكتورز بلعب فيهم زي ما انا عايز. تمام، وعندي سند كونكتور لو بيشاور على 2010 هشيله زي ما انا عملت دلوقتي، واشاور بعد كده على مين، على 2013 او 2016 اللي هو ايه قدامنا حاليا. حلو قوي، انا لحد دلوقتي كل لما ادخل انا هنا، اما ادخل انا هعمل مثلا ساين اوت، وهمسح ده بدل ما اقفل وافتح تاني، هيفتح لي 2016. انا متعود اقول 2016، انظروني 2016 اساين ان، هيدخلنا على مين، على 20 على 2010. ليه؟
لان انا الميل بوكس بتاعي او الداتابيز بتاعتي لسه على 2010. طيب انا عايز بقى انقل الداتابيز بتاعتي على 2016. انا عندي طلقتين، تمام، يا اما جي اي ودي انا جربتها كذا مره وبتفيل، يا اما بورشل وده انا بقى كوماندو. تمام، انا هاجي هنا في مايجريشن، دي جي اي ترى جي اي اللي عايز استخدمها، دي حاجه بسيطه يعني، وبرده البورشل حاجه بسيطه، بورشل بسيط جدا. انا عندي هنا ايه تو اوبشنز، يا اما هموف لديفرنت داتابيز جوه الاورجانيزيشن بتاعتي حتى من سيرفر لسيرفر، يا اما لديفرنت فورست، هنقل لفورست تاني خالص، وده طبعا ايه حاجه ممكن تعمل طبعا يعني. انا هنا اقول له هموف لديفرنت داتابيز جوه الاورجانيزيشن بتاعتي، اد اد كلوز. طيب مين اليوزرز حضرتك هتنقلهم؟ انا طبعا وانا بنقل انا بنقل كل الميل بوكسز، بنقل اليوزر ميل بوكس وبنقل الشيرد ميل بوكس وجروبس وبنقل الاربيتريشن ميل بوكسز والمونيتورنج ميل بوكسز والاركايفنج ميل بوكسز، كل الميل بوكسز دي بنقلها. تمام، هو جايب لي هنا 10 ميل بوكسز، فانا ايه هشفت واختار كله، اقول له اد اوكي. طبعا ما فيش عندي سي اس في فايل هاخد منه يعني، نيكست مايجريشن باتش هسميه مايجريت، واقول له ايه انا طبعا انا مش عامل انيبل اركايفنج لاي حد، فاقول له ايه خلي اتنين ايه موف البرايمري ميل بوكس واركايفنج ميل بوكس لو موجود. تمام، هتنقلهم فين؟ انا عندي طبعا ايه 3 ميل بوكسز، 3 سيرفرات بيلعبوا ميل بوكس، انا هقللهم على طبعا لو عندي اكتر من داتا بيز هيظهروا، سو كل سيرفر عليه داتا بيز واحده بس، على 2016 اللي هي دي. اوكي، في لو في اركايفنج حدد له داتا بيز يرمي فيها الاركايف، بس انا مش عامل انيبل اركايفنج لاي حد. نكست، الباد ايتم ليميت يعني لو معرفش ينقل حد ينقل ميل بوكس يعدي كام ايتم من الداتا بيز بتاعته، خلي بقى يبقى ديفولت 10 خليها 10. نيكست، بيقول لي انا هبعت للراجل ده ريبورت ان المايجريشن تم. طيب هقول له نيو، يعني ده مايجريشن باتش بيترن، نيو مايجريشن باتش، بنشوف هيفيل ولا هيمشي معانا. لو فيل او كده كده هنجرب بورشيل، هوريك كل البورشيل سكريبت يعني، تاكد بس انت تسجيل شغال. حلوه، انا عندي هنا عامل داتابيز لنفسي، حاطط فيها ايه كل حاجه انا محتاجها عن الاكسشينج. طيب انا هاجي هنا، ده ايه كلهم 10، شوف الستاتس بتاعتهم لسه، ديتيلز بس بيفاليديت فاليديتنج. طب اوكي انا هسيبه شويه يعني، انا جربت قبل كده كذا مره في فيل، الله اعلم ممكن يشتغل المره دي، هنسيبه شويه ونرجع تاني. رجعنا تاني يا شباب، واخد طبعا وقت ولسه ايه مخلصش، ف فريش برضه ايه وبياخد وقت وللاسف في الاخر بيفيل معايا. انا هعمله ستوب الميجريشن باتش ده، تمام، هسيبه ستوب مع نفسه واشتغل بقى ايه بالبورشيل. انا عندي هنا لو جيت اقول له جيت داش ميل بوكس داتابيز، ميل بوكس داتابيز، انا عندي ايه اللي من بوكس داتابيز اللي على 2016. طيب انا عايز انقل كل الناس اللي على 2010 يروحوا على 2016.
انا اجي هنا اقول له get dash mailbox database هو هنا مش هيبقى حاجة لان هيطلع الايرور لان ده مش mailbox. لا ده جابهم اهو كويس. دول التو داتابيزز اللي على 2010 ده MBX2 و MBX1 انا مشغلهم في الباك جراوند بس. تمام طيب كويس اوي. انا عايز كل الناس اللي هنا والناس اللي هنا يروحوا على الداتابيز دي. اعملها ازاي؟ عندنا بورشل كوماند رائع جدا ان كل الناس اللي في داتابيز معينة على داتابيز تاني. خد البورشل سكريبت ده كده وكبيره وغير بس ايه اسماء الداتابيزز كوبي هنا دي الداتابيز بتاعتي 2016 مارك و احطها هنا. تمام وحط هنا الداتابيز بتاعت 2010 هجيب مثلا اول واحدة اللي هي دي مثلا اقول له انقل كل اللي هنا هنا طيب كده ايه اتنقل. طيب انا اتأكد ان البتاع دي مفيهاش حاجة الداتابيز دي اقول له get dash mailbox database وهات لي منها جيت داش ميل بوكس هات لي ميل بوكس اللي فيه الموف ريكوست. على فكره بتاخد وقت يعني هو ممكن لسه شايفه ان هم هنا. طب انا اعرفها ازاي ان هم اتنقلوا ولا لا؟ هقول له جيت داش او خلينا نبدا عشان اوضح شويه جيت داش موف ريكوست انا عايز انه ريكوست اللي راحه للداتابيز دي اللي ما جابش حاجه يعني ايه خلينا هنا نبص كده سي ال اس بيست عشان نحتاجها نحط هنا الداتابيز بتاعت 2016 اقول له ايه الموف ريكوستس ادرحلها دي هما دول كومبليتد كومبليتد كومبليت كويس جدا. طيب دي اول داتابيز نقلنا. طيب عايزين برضو الداتابيز التانية اللي هي على MBX1 ننقلها برضو نمسح ده كده ونيجي هنا ونجيب مين الداتابيز دي احنا جبنا اللي فوق خلاص نجيب دي وننقلها هنا هي دي 76 96 صح تمام انقل. طيب شوف بقى ايه موف ريكوست طيب هو كده جاب لي كل ال انا هقول له ايه شيل الموف ريكوستس اللي هي ايه كملت ويبدو ان MBX اللي هي الداتابيز التانية دي ما كانش فيها حاجة. انا بعد كده عايز اعمل ايه؟ انا عندي حاجة طبعا اسمها arbitration mailboxes يعني لو جيت هنا متقل له هات لي get dash mailbox dash arbitration هيجيب لي arbitration mailboxes كلهم تمام كلهم اتنقلوا على 2016. طيب لو انا جيت اقول له جيت داش ميل بوكس داش داش مونيتورينج مفيش مونيتورينج في 2010 اركايفينج اركايف مفيش حلو اوي. طيب انا لو جيت انا جبت الميل بوكس داتابيزز
الايدنتيتي بتاعها دي مثلا عايز اتاكد ان هي ما فيهاش ولا ميل بوكس، فاقوم جايبنا الايدنتيتي كده، اقوم قايل له ايه بايب جيت داش ميل بوكس، مفيهاش حاجة فاضي. اللي بعدها بس عشان ميك شور ان مفيهاش اي حاجة، عشان لو في اي حاجة وانا بقى انستول هيديني ايرور، وفي ايرور هنشوف دلوقتي بس مع الفرونت ادريس بوك دي برضه مفيهاش حاجة. طيب يبقى انا كده اتأكد ان الميل بوكسز فاضيين مفيهمش اي حاجة. حلو جدا. نفس كنت بجيب الموف ريكوستس هنا ايه، ما عادش عندي موف ريكوست. تمام، رجعت اقول الموف ريكوست، هم دول ايه خلصوا. طيب وجيت هنا جيت اعمل ريفرش، هي ايه هيطلع لي ايرور، انت مش هتقدر تساين ان هنا. تمام، لحد ما الموف بتاعك يخلص. فانا هاجي هنا مثلا او administrator رجع بس الحاجات دي. لسه على 20 10. طيب نعمل موف تاني وموف للداتابيز التانية اللي هي دي، نيجي هنا نتأكد ما فيهاش ميل بوكسز. ولا دي فيها ميل بوكسز. طيب عندنا بيه لسه مكيش، نمسح الكلام ده. طيب نفتح هنا مثلا، ادي الاو جيت هنا ماشي ميل بوكس كويز عندي هنا احمد والناس نيرو. طيب 2 على 20 16 حلو دي، بس هي ممكن تكون تكيشة. بقول لي you want to be able to sign in because my box is being moved، بيتنقل لازم move sorry يكون بليت لو طيب عندي هنا ايه الموف ريكوست لسه ما كملتش. ايش الموف ريكوست؟ مفيش موف ريكوست. ستاتستكس ايدنتيتي بيست بس كده كده لو في هنا حاجة.
ايه نعم فيلم ده خلاص ايه ويف افتح كده ده بتاع مين؟ لا بتاع لا بتاع احمد ده بتاع احمد. طيب انا عايزك هنا مثلا sign out امسح كل ده يعني عايز اتاكد بس ان هو المفروض هو يفتح على 2016، لكن هو فيه هنا ايه، فيه هنا مشكلة. طيب انا هنا عشان هو مكانش ولا حاجة tools internet options delete كل حاجة password form data delete اوكي نقفل نفتح مثلا من هنا تاني تاني جرب سيند وريسيف مسج. دي مشكلة براوزر، مشكلة مش مشكلة في السيرفر يعني. اد كلوز هنا دوت اي سي تي دوت اي جي سلاش اوفر أحمد مثلا ولسه شايف إن هما الاتنين على 20/10 ممكن نريزيوم الموف ريكويست ليه مثلا دي مثلا لأن أنا عملت كنسل بالخطأ يعني بالبوكس الداتابيز بتاعنا بتاعت 2016 طيب خلي دي identity بس الفيديو وهرجع لكم تاني. نكمل يا شباب. هو في بس يعني غلطة انا عملتها ان انا هو بيموف انا كنسلت موف ريكوست، فاحنا هنتست على يوزر تاني. هنعمل يوزر تاني مثلا على 20/10 وننقله على 20/16 نيو يوزر
هنسميه فادي، فادي ماي تيم ليدر. باسورد باسورد مش عايز كل الكلام ده. نيم انا ممكن اجي هنا و view add columns add database عشان اشوف اتاكد يعني هو الناس دي اتنقلت ولا ايه. database اتنقلت اوكي، وفادي بيتكريت database كلهم على 715 اللي هي بتاعت اللي هي دي. حلوة شوف بقى ايه شو نسفة دي هنا فادي لسه بيتكريت. طيب انا جيت هنا على ميل بوكس 1 وعايز اشيله، خلاص نقلت كل الناس اللي عليه عايز اشيله. ده اخر خطوة بعملها ان انا انستول من كنترول بانل، لان هو في الاول والاخر هو برنامج عادي. انستول من كنترول بانل، فانا هشيل ام بي اكس 1. لو في اي ميل بوكس موجود هيطلع لي ايرور هنا، تمام؟ فانا ايه دلوقتي بشيله. انتظر باشمهندس فادي بس يخلص وده يخلص وارجع لكم تاني. اكمل يا شباب، انا كده عندي باشمهندس فادي الكريبتو الاكونت بتاعه موجود على داتابيز دي، تمام؟ دي طبعا دي تقريبا على ام بي اكس 1. فانا دلوقتي هنقله على اي اكس 16. ازاي؟ اجينا على اي اكس 16، اقوم كاتب الكوماند ده، اقول له هات لي الميل بوكس الفلاني اللي هو اسمه فادي @ej، واعمل له موف ريكويست على الميل بوكس كذا. اوكي، قال لي ان بروجريس، اقول له هات لي الموف ريكويست فادي. خلص، شوف الموف ريكويست ستاتستكس بتاعت فادي فادي ده completed. طيب اجي افتح بقى من هنا مثلا، دي مشكلة براوزر مش مشكلة سيرفر. يعني مثلا نشوف هنا، شوف هيفتح لنا 10 ولا 16 باسورد بتاعت فادي. هنا فتح ايه بتاعت 16، تمام؟ نكمل. دي بقى مشكلة براوزر، يعني ده براوزر سبورتد هيجيب الشكل العادي بتاع 2016. يعني حتى شوف دي مش بتظهر غير في 2016، الشكل ده في 2010 الشكل مختلف شوية. جبنا هنا مفيش حاجة مفتوحة هنا، اوكي مفيش واحدة مفتوحة، بس هو ده الشكل بتاع 2016، تمام؟ فكده انا عملت ايه، انا نقلت كل اليوزرز، جيت هنا ريفرش، نقلت كل اليوزرز على 2016 كده. الميل بوكسز معلش حاجة، انا اعمل ايه بقى، اي انستول ميل بوكسز ازاي من كنترول بانل. انا جيت هنا بانستول ميل بوكس بيكونفيجر ريكويزيتس، قال لي تمام، لكن فايل في حتة، قال لي انت اصلا ممبر في كلاستر، انت في داتابيز افيلابيليتي جروب، انت في داج، شيل نفسك من الداج وتعالى ايه مو في الميل بوكس زي ما انت عايز. طيب فانا اعمل ايه، طبعا نفس الحوار هنا، ده الميل بوكس 2 هشيل من عليه ميل بوكس رول والمنجن تولز مش عايز العبها خالص. نكست، هيجي من نفس الايشو. فانا اجي هنا ميل بوكس، انا عندي داج، الداج دي طبعا شغالة، فانا عشان اشيل الداج، الداج فيها ممبرز والداتابيزز اللي في الممبرز دي
ليها كابيز في أماكن تانية. فأول حاجة لازم أشيل الكابي دي هنا، عشان أشيل الكابي هي مش بتشتغل إلا بالباور شيل هنا في الداتابيس بتاعتي. availability دج دج 2013 اهو، ايش هنا هي ريموف دج. اول حاجه بريموف الكوبي كده المنظر ده، ناخد الكوماند ده واروح هنا في الباور شيل او هنا، ممكن افتح لي بس اروح على التانية باور شيل دي السيرفر مثلا ايه MBX1 داتابيز كان اسمها ايه داتابيز ايه هنا برضه هيطلع نفس الايشيو. نيجي هنا قبل ما يفتح المانجمنت شيل هنا عشان نجيب بس الداتابيز، نفتح دي ونقول له هات لي ده كده كوبي وحطها لي هنا بس بالمنظر ده. مش راضي يقبل MBX1 اللي هو ده، تأكد من اسمه MBX1 مش لاقي MBX1. طيب احنا ممكن نعمل كده طيب خلينا MBX2 هبوظ اتاكد من حاجه وارجع تاني. طيب انا عشان اشيل الدج بعيد عن الكوماند ده، انا ممكن اجي هنا في السيرفرز داتابيزز واجي على الكابي دي واقول له ايه ريموف، اشيل الكابي دي تمام. قال ايه وورنينج لازم ايه اشيل طبعا لما بعمل ده الداتابيز بتتكبير نفسها، اقول له روح امسحها بقى ايه مانيوال، الاي دي بي فايل امسحه مانيوال تمام. هو كده شال من الكونفيجريشن فروح امسحه ايه مانيوال. نيجي هنا برضو ونقول له ريموف تمام. انا كده شلت ايه شلت الكوبي. اجي اعمل ايه بعد كده بقى؟ اجي انا ريفرش بس كده وي في الداتابيز افيلابيلتي جروب هنا، اقول له مانج افيلابيلتي جروب ممبرشيب واشيل منها تو سيرفرز اللي هم ام بي اكس 1 وام بي اكس 2 اللي هم مطلعين تو ايشيز دول. لا ده مش ام بي اكس، ده واحد وده التاني، الاتنين دول ريموف ديليت مانج فينش. لا تاخد شوية وقت
احنا ممكن نيجي هنا، ده كاس 2، ممكن نيجي هنا ون ان انستول من عليه الكاس، انه خلاص ما عادش ولا لازمه، كل حياتي بقت هنا على 2016. ده ياخد شوية وقت، اجي اقول له ايه ده برضه هيطلع الايرور، هنشوف سببه ايه، نحله مع بعض. لسه طيب، وقف الفيديو غير ما دي تخلص. ورجعنا تاني يا شباب بعد ما خلص ريموف الممبرز بتوعه فينش. بعد كده بعمل ايه؟ ممكن اشيل الداج نفسها، لان انا في العادي ممكن اعمل داج ما احطش فيها ممبرز اصلا. تمام، هاجي هنا البوكس داتابيز مانجمنت، ام سوري داتابيز افيلابيليتي جروب، وهنا ريموف الداج دي. يقول لي عايز تريموف الداج، قول يس. شال الداج هنا، ريتراي بقى هنا الميل بوكس، هنا جايب لي حاجة زيادة. ليه؟ قال ان البوكس سيرفر ده ايش، انا برضه كنت مستنيه، انا ده مسؤول عن الاوفلاين ادرس بوك. الاوفلاين ادرس بوك في كوماند بينقلها، يعني هلا لما كنا بنعمل مايجريشن حد فاكر 2007 2010 وكنا بنعمل الكوماند ده اللي هو ده، لحظة اللي هو ده اوفلاين ادرس بوك اهو، موف داش اوفلاين ادرس بوك للسيرفر الفلاني. ده لو جيت اعمله في 2016 هي اديني ايرور، هيقول لي مش هينفع اصلا تطلع للفيرجن دي. تمام، فاعمل ايه؟ انا كده كده اصلا مش محتاجه، لان كده كده عندي اوفلاين ادرس بوك في 2016. فانا اقوم جاي هنا اوفلاين ادرس بوك دي موجودة على ام بي اكس 2، اشيل انا مش عايز، اقول له ريتراي. ده كاس 2 نيكست، هشيله برضو. ده كان هاب كاس، شيل مانجمنت تولز نيكست. ده قال لي انا مستعد ان انستول. ده لو في اي ميل بوكس مش هيرضى يتقال انستول، ان انستول ده استنى، ده استنى. هاجي هنا بقى، ده هاجي على الكنترول بانل، طبعا هقفل المانجمنت شيل، هاجي هنا واقول له ان انستول. شوف ده بي ان انستول، ده كان راشن استعمل له فينش لو كنت بتست عليه. تمام، فينش ده وقفل ده عشان ما يقوليش انت فاتح حاجة تبع الاكستشينج. انا كده عندي ايه؟ اكستشينج سيرفر 2016 اب اند رانينج. دي مش مشكلة سيرفر شباب، دي مشكلة براوزر. لو براوزر سبورتد هيظهر الشكل بتاع 2016. تمام، يعني احنا لما جينا عملنا تيست على فادي كان على جهاز على الماشين، مش فاكر صراحة كان على ماشين، لكن ظهر لنا الشكل اللي هو بتاع القريب من 2016. يعني لو براوزر سبورتد هذا الشكل 2016 اللي هو المعروف يعني. تمام، رجعنا ان انستول كاس 1، هنشوف هيجيب ايشيو عشان هو
جوه كاس الري ولا لا. تمام، فهنا بدايان انستول ده برضو جهازنا هتعمل ايه، ان انستول اللي هو الميل بوكس 2. اقفل كل الحاجات دي مش عايزينها. شكرا شكرا. اقفل كل ده، اقفل كل ده. ده بيفاليديت، والاخ ده معانا. يعني ممكن اجي هنا وريموف ده، يعني ممكن اجي هنا وريموف ام سوري وريموف الكلاستر ده، يعني مكنتش عايزه خلاص. ديليت كلاستر يس، واقوم جاي هنا او هنا منشن شيل مفتوحة اهي، وريموف انا عندي مثلا جيت ده، هي مش هتظهر هنا. I think يعني من اول 2013 مفيش كاس اري، فانا استحسن افتح هنا ال management shell. شوف ده بي uninstall، ده بي validate لان installation، ده بي uninstall. شوف ده بيمسح، هو انا بدأت مسح خلاص، يعني كده خلاص كاس الري ما عادش لها وجود. تمام، بس كده الدنيا عندي شغالة تمام. في بس كام نوت عايز استرس عليهم. اول نوت بالنسبه لموضوع السيرتيفيكت، انا عندي هنا عشان شغال انترنال، فالسيرتيفيكت محطوطه على الكاس سيرفر، او بالنسبه ل 2016 طبعا محطوطه اللي بتسيرف الحته دي كاس سيرفيس. تمام، انا في بعض انفايرمنت السيرتيفيكت ملاش لازمه تحط على الكاس اصلا. ما بتحط فين؟ تحط على اللود بالانسر على الاف 5، ده اشهر لود بالانسر. يعني حط على اللود بالانسر على الاف 5 لود بالانسر، لان الحاجه اللي هم بيكونكتوا عليها هم مش بيكلموا السيرفرات اصلا، هم بيكلموا الاف 5. فلو السيرتيفيكت مش موجود على الاف 5 نفسه، الناس هتقع، مش حد هيعرف يكونكت، الناس ديسكونكتد، ولا هتعرف تفتح حتى الاي سي بي، الاي سي بي نفسها مش هتعرف تخش عليه، ولا هو ولا اوت لوك، كله هيقع. فالسيرتيفيكت في الحاله دي لازم تتحط على الاف 5 او على اللود بالانسر بتاعك ايا كان نوعه. تمام، الحته التانية بالنسبه لموضوع الاي بيز اللي بتحط فيه الريسيف كونكتورز، انت بتحجمها مش بتسيبها مفتوحه عشان مفيش حد يريلي عليك. تمام، بالذات في هنا في الريسيف كونكتورز اللي هي لو جينا مثلا في ميل فلو، في الريسيف كونكتورز في بعض الريسيف كونكتورز باي ديفولت معمول على بورت 25، زي مثلا ده، ده بورت كام؟ ده بورت 25 I think. security scoping بورت، لا 25 ده اللي هو بورت 25، لازم احكم هو ده، لازم الايبهات، لان ده مش سكيورد، السكيورد 587، لازم احجم على الايبهات، اكتب الايبهات اللي بتتكلم على الاكستشنج بس، ايميل جيت واي، الاكستشنج سيرفر التانية، الاس كوم لو بعت نوتيفيكيشنز عن طريق الاكستشنج. تمام، وفي الحالة دي يعني انا لو افتكر واحنا بنكونفيجر الحتة دي، انا قلت انا اشيل الحتة بتاع الانونيمس، انا ممكن بروح احط دول احطها عادي، انا حكمت على اللايبهات بس، مش مشكلة يعني. تمام، بس كده انتظر دول خلصوا ده. تمام، completed ار انستول، ده كاس 2، كاس 1 نفس القصة، هنقفل دي خلاص مالهاش لازمة. انا بقى مش شلت نيل بي بقى، خلاص الكاس الري كده مالوش اي لازمة. انا هبوز الفيديو، احنا كده تقريبا خلصنا لحد ما ده يخلص، ونشوف الانفيرومنت بتاعنا في الاخر هتبقى عبارة عن سيرفر واحد. شكرا، السلام عليكم. زي ما احنا شايفين كده يا شباب، السيرفرات بيحصل لها ان انستليشن. تمام، ده بس بطيء شويه، لكن بس التسجيل شغال. تمام، طيب
انا طبعا شلت ال ان ال بي، انا مسحت ال ان ال بي. فانا هاجي هنا واقول له مثلا هات لي ايه، جيت داش كلاينت اكسس اري، هات لي كاس اري. قال لي عندك كاس اري اسمها كذا، ما فيهاش حاجه، انا اصلا مسحت ال ان ال بي. فانا ممكن اقوم قايل له طيب ماشي ريموف كلاينت اكسس اري دي، يبدو ان هي مش بتنضاف، مش بتتشال. يعني اوكي هي كده كده يعني فاضية ملهاش لازمة، تمام. فاحنا كده ايه، ده بقى انستول وده بقى انستول، كله بقى انستول، تمام، مفيش مشاكل. وده اللي فضل لي بس 2016. قلت له جيت اش ميل بوكس، هات لي الميل بوكسز اللي عندك. قال لي دول الناس اللي عندي. قلت له هات لي الاربتريشن ميل بوكسز، اركايفنج مفيش. تاني هات لي الاربتريشن ميل بوكسز، هات الاربتريشن ميل بوكسز 7 تقريبا، 7 كان في 2013 5، تمام. بس كده ايه، كده الانفايرمنت بتاعتي ده كده خلاص خلص. السيرفر ده ام بي اكس 1 و ام بي اكس 2 هيقرب يخلص وراه، وده خلاص ما عادش فاضل لي الا مين، الا السيرفر 2016. طبعا انا عشان امكانيات اللاب بتاعي انا مش هقدر اعمل سيرفر 2016 تاني واعمل داج، وده اللي بيحصل في الريل انفايرمنت يعني. فده المفروض الناس تعمله في الريل انفايرمنت بعد ما ينزل كل حاجه على ده، يعمل سيرفر تاني ويعملوا داج مع ده، تمام. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون بتاع الفيديو ده مفيد والناس تشتغل بيه وتستفيد منه يعني ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.